هدف ملغي بقى النهارده. حسين الشحات حتى حسين النهارده حركته ونشاطه احسن من ماتشات قبل كده اللي كان مضغوط فيها وبيلعب على طول، فالحمد لله في مكاسب كتيره. وجاب جول حلو فعلا، اجمل هدف ملغي. طبعا الهدف الملغي ده، او مش هدف ملغي، هو اوفسايد. اوفسايد طبعا. ايوه طبعا. لكن هو عملها. لا 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 اوفسايد. قعد فيها ربع ساعه عشان يكرر، يبقى فيها شك. لا لا انا جول بتاع حسين القعده دي ونبقى عشان نكرر. ماشي، بس بتاع 3 4 دقايق كده. 3 4 دقايق يبقى فيها شك. 3 4 ايام بس هي كانت. جول حلو قوي بصراحه. بس هي كانت جول حلو. كنت اتمنى والله ان والله انا لو من حسين الشحات اعمل اجازه سنويه بسبب. فالمكاسب كتيره في المباراه، وطبعا اهمها الثلاث نقط بعد التعادلين اللي كانوا الاخيرين ورا بعض، عشان المنافسه طبعا على البطوله اللي هي المحببه للنادي الاهلي. انا كمان عجبني فكر مستر موسيماني لما ادى لعلي لطفي. طبعا من بدايه الشوط الثاني، يعني احنا لما اتكلمنا، لما انت بتسالنا على بين الشوطين الماتش اتحسم ولا لا، نزول علي لطفي مش قله، مش ان انا بقول انه بس تاكيد على انه نفسه مستر موسيماني والجهاز الفني عرف انه الماتش اتحسم للنادي الاهلي. مش معنى كده ان علي لطفي قليل. علي لطفي حارس ممتاز، ولما وقف ماتش الاهلي كان ممتاز ويقدر يلعب من بدايه اللقاء، بس مفيش مدير فني هيغير حارس مرمى بين الشوطين وهو مش متاكد او بنسبه يعني 99% ان الماتش تقريبا انتهى يعني. صحيح. فلكن علي لطفي الشوط الثاني عمل شوط كويس، والشناوي طبعا كالعاده وهارد لك ليه في الكره اللي هي بتاعت الماتش اللي فات، لكنه طبعا على طول انا بقول تملي ان هو تقريبا رقم واحد في النادي الاهلي في معظم اللقاءات يعني. فالاثنين ده عمل شوت كويس وده عمل شوت كويس. ممكن يكون فكره برضو ان الفتره اللي جايه اللي هي فتره الاولمبياد هيبقى الاعتماد بصوره اكبر على علي لطفي، لان الشناوي في طريق الاولمبياد مع كابتن شوقي. ماشي، بس اللي انا اقصده لو ان